بسم الله والابن الروح القدس الان الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يعيد عليكم الايام بخير. ويعني الواحد بيبقى كل ما بيجي هنا بيبقى مبسوط يعني. فاشكركم ان انتم اولا بتدعوني، ثانيا يعني صلوا لنا دايما. عايز اتكلم معاكم على موضوع عنوانه ايه موجوده في رساله يعقوب الرسول. يعقوب الرسول في الإصحاح الأول يقول آية في منتهى الخطورة، وهي مفروض قانون. حليني أبي قانون لكل واحد فينا. يعقوب الرسول يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. يطلب مننا معلمنا يعقوب الرسول أن احنا نبقى عاملين بالكلمة. يعني عاملين بالكلمة؟ كلمة ربنا أو الكتاب المقدس أو الوصايا اللي ربنا حطها في الكتاب المقدس هو بيطالبنا إن احنا نلتزم بيها وننفذها. وأنا أكلم حضراتكم منتهى الصراحة والوضوح، دماغنا دي هي مركز القيادة لأي حد فينا. يعني مين اللي بيحرك وبيأثر في سلوك الإنسان؟ دماغه اللي بياخد القرارات ويقولك اعمل وما تعملش، صح وغلط، ينفع أو ما ينفعش، يصح أو ما يصحش، هو الدماغ. والدماغ ده يا أحبائي بيتحرك بطريقة من التلاتة. يعني في تلات طرق لتحريك الإيه؟ الدماغ. إما واحد دماغه بتتحرك من ذاته. يعني في بعض الأشخاص ساعات يقول لك إيه؟ أبونا على فكرة أنا ما حدش يلعب في دماغي أبداً. طيب قصدك إيه يعني؟ أنا اللي في دماغي في دماغي. يعني لو في حاجة في دماغي هعملها إن شاء الله يكون مين قال إيه، مش موضوعنا، أنا اللي في دماغي لازم إيه. وتلاقي بعض الناس ساعات تفتخر بكده، يقولك على فكرة أنا عنيد ولو هتقفل معايا هوريك أيام صعبة. أيوة دي مش ميزة يعني. ففي ناس يا أحبائي صوتهم من دماغهم، صوته من دماغه. تيجي تقول له طب تعالى الكنيسة، تعالى لربنا، طب اسمع الوصية، بتقول له أوكي يا عم لا مش عايز أسمع. مين قالك إن أنا عايز أسمع؟ أنا الحقيقة صوتي من دماغي. وهنا الكتاب المقدس يحذرني ويحذركم، فيقول هناك طرق تظهر للإنسان على أنها مستقيمة ولكن عاقبتها طرق موت. بعد عنكم يعني. يعني ياما بيبان وبيجي أشخاص ياخدوا قرارات ودماغهم بتحركهم يتصرفوا تصرفات، ونتيجة التصرف ده إن بيوصل لمراحل الإيه؟ الموت. بعد عنكم يعني وبعد عننا كلنا. في نوع آخر صوته من دماغ اللي حواليه، شخصيته ضعيفة وممكن على فكرة يعند ومبقاش عايز يروح الكنيسة. ليه؟ أصل أصحابه قرايبه الناس اللي حواليه بتعمل إيه؟ بتلعب في دماغه، فبيتأثر بكلامهم وبيتأثر بتصرفاتهم، وبتبقى النتيجة إنه روح يمين روح، روح شمال إيه؟ ففي أشخاص كده. في واحد تاني صوته من العالم اللي حواليه، من الدنيا، من المكان اللي إحنا عايشين فيه. وفي نوع ثالث وللأسف ده النوع القليل اللي صوته من كلام ربنا. يعني كلام ربنا الكتاب المقدس وتعاليم ربنا ووصايا ربنا يخش الدماغ، يقوم يقول له يا رب حاضر كلامك اللي انت بتقوله ده على عيني وراسي، انا هنفذه والتزم بيه. يبقى عندنا كم طريقة لقيادة الإنسان؟ ثلاثة. اما الواحد صوته من دماغه، او الواحد صوته من دماغ العالم اللي حواليه، او الواحد صوته من مين؟ من ربنا. مفيش حل رابع. يعني هو الثلاث حالات دول. اول نوع اللي صوته من دماغه ده عنده كارثه، لان زي ما قلنا ياما الكبرياء والعند بيخلي الواحد، حتى احنا بنقولها كده كمثل بلدي، العند ده ورث الايه؟ الكفر. مش التعبير ده يعني ممكن انسان يعمل امور كانه ربنا مش موجود اصلا. كفر ده يعني واحد كافر بربنا وكافر بكل المبادئ. ده يفكرني بقصه موجوده في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر صمويل التاني، لقصة لواحد اسمه أبشالوم. يمكن أنتوا تعرفوا القصة دي، أحب أعيدها بسرعة. ده واحد من الأمراء أولاد داود الملك، وعلى فكرة في الترتيب الجسدي كان قبل سليمان، يعني كان وارد جدا بعد موت داود أنه هو إيه اللي يملك. بس هو الحقيقة كان معتد بذاته، شايف نفسه حبتين، وشايف انه افضل حتى من مين؟ مش من اخواته بقى، لا ده من داود نفسه. وكل سنه يعمل مهرجان يقيس فيه طول شعره فيطلع اطول شعر في المملكه. طبعا معناها انه ذاته كبرياء وايه؟
وفعلا كان ابن داود وشكله كان وسيم، يعني هو خارجيا ظاهريا يبان ايه مميز، بس كان حاسس بده وما بيديش المجد لربنا. من كتر كبرياءه وصوته اللي من دماغه قرر يعمل انقلاب على ابوه، جاب جيش يحارب جيش ابوه. طبعا جيش ابوه كان قوي جدا، وداود ده كان ملك كل الشعب بيحبه، ولانه كان خايف على ابنه ابشالوم قرر انه ينسحب من اورشليم، ساب له اورشليم، مش يهدى بقى وضميره يصحى، لا فضل مكمل، لدرجه قرر ان يزني بزوجات ابيه. شوفوا عمل حاجه صعبه زي، قال يعني كده هيكسر ايه راس ابوه داود، وبالتالي مش هيصبح ملك مره اخرى. ايه اللي بتعمله ده ابشالوم؟ محدش دعوه، انا اعمل اللي انا عايزه، انا راجل امير وسني كبير وشايف نفسي افضل من داود حتى. طبعا فضل داود يطول باله لغايه ما اضطر في الاخر انه خلاص، ما هو يعني يسيبه يملك والمملكه تروح، يضطر يعاقبه، فبعت جيش يحارب جيش ابشالوم. وكلنا عارفين طبعا انه جيش ابشالوم، جيش داود الملك، كان يقوده قائد جيش محنك اسمه يؤاب، كان قائد قوي جدا. وجي داود وطى على يؤاب وقال له يا يؤاب ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. يعني ايه ترفقوا لي بالفتى ابشالوم؟ يعني بالراحه عليه، محدش يقتله، يعني انا عايزكم بس تطلعوا الجيش من اورشليم وتجيبوه لي هتكلم معاه. طبعا يؤاب قائد الجيش كان عارف ان داود قلبه طيب، هو كان مقرر لو طر رقبه ابشالوم هيعمل ايه؟ هيطيرها. يؤاب ما بيهزرش بقى، ده قائد جيش ما بيهزرش. قال داود ده غلبان وقلبه حنين، انا ما اشهبش ولا القصص دي، انا لو وصلت لرقبه ابشالوم هعمل ايه؟ هطيرها. حرب اشتدت وانتصر جيش داود طبعا، وده كان متوقع. وهنا بقى أبشالوم كان راكب على جحش أو على بغلة وبيهرب، طبعا بيهرب بقى، الخوذة تقع، شعره اللي بقى له سنين بيربيه ده بقى بيهفهف، مش كده؟ ها؟ يروح داخل في منطقة مليانة شجر، يحصل إيه بقى وأنت بتجري وشعرك لو شبك؟ هتتقلب بقى، مش كده؟ وده اللي حصل، اتقلب أبشالوم. مين اللي حصله؟ يؤاب، وجاب سهام وضرب ثلاث سهام في قلبه ومات. وكانت الرسالة الواضحة من ربنا أن هناك طرق تظهر للإنسان على أنها مستقيمة، ولكن عاقبتها طرق إيه؟ موت. يعني النهاردة اللي بيشرب حاجة ومتخيل أنه يعني مش هيحصل حاجة، ودي بيشربها في المناسبات، يا حبيبي يا حبيبي خلي بالك، كان غيرك أشطر. كل واحد أدمن شيء ابتدى في الأول بفكرة إيه؟ يعني فين وفين ده، كل فين ده، كل حتى ما صيف، انتوا هنا ما بتصيفوش بقى، انتوا قصدي يعني عندنا بيقولوا كل ما بنصيف، لكن يعني هنا كل اسبوع مره ولا كل شهر مره. وعيني يا ابونا ما تقلقش، انا مش بشرب لدرجه ان انا اسكر، انا مش بشرب لدرجه ان انا افقد الوعي. يا حبيبي ده انت من غير ما تشرب دماغك ايه؟ سامحوني يعني مش عايزين نقول كلام بايخ، يعني من غير ما تشرب دماغك ضايعه، هتشرب هي ناقصه. واحنا قدامنا احتمالين، يا اما انت مدمن شرب فبطل، يا اما مش فارقه فبطل. يا ما قدامنا احتمالين، صح؟ يا حضرتك مدمن وبلاش. طب لو مش مدمن ومش فارقه، الباب اللي يجي لك منه الريح ايه؟ هي ناقصه، هي لوحدها مش ناقصه. نوع تاني من البشر اللي بيتاثر بالمجتمع اللي حواليه والعالم اللي حواليه والافكار الدنيا اللي حواليه. فلا في قصه لواحد اسمه رحبعام ابن سليمان. لما سليمان مات اللي جه يملك مكانه ابنه رحبعام. وبعدين هنا شعب اسرائيل طلب انه يجتمع برحبعام. قالوا احنا عايزين نجيب مندوب من كل حته ونجتمع بمين؟ فقال لهم ليه خير؟ قالوا بس عايزين نتكلم معاك في موضوع كده. ايه الموضوع ده؟ قالوا له ابوك سليمان كان قاسي علينا جدا. فرض علينا ضرائب وكان بيعاملنا بسخره. وطبعا انتوا عارفين سليمان جات له فتره بعيد عن ايه؟ عن ربنا، فاتعب الشعب. اتعب الشعب. فقالوا له من فضلك خليك حنين علينا، خليك حنين علينا، ابوك بهدلنا انت خلي يعني طبطب علينا وقلل الضرايب وبلاش السخره دي، يعني بالراحه كده. طبعا رحبعام لما سمع الكلام ما عجبوش، راح سال الحكمه بتوع المدينه، ناس الكبار الحكمه، قالوا له فعلا ابوك سليمان كان مبهدل الدنيا، وبالتالي خليك عبد ليهم يخضعوا لك كلهم، خلاص حبهم واحتويهم، خليك حنين، قلل الضرايب وان شاء الله خير. طبعا لانه كان انسان شرير الكلام ما ايه؟ ما عجبوش. راح سائل اصحابه الاشرار، ايه رايكم؟ قالوا له بص كده بقى والله اعلم شكلهم استهيفوك. ده اصحابه بقى الشباب. شكلهم مش شايفين انك ملك يملى العين زي مين؟
زي سليمان. أنا رأيي اذبح لهم القطة. يعني اذبح لهم القطة؟ شد عليهم، لأنه واضح كده والله أعلم إن هم إيه مستقلينك خالص. فوقف بقى، طبعا الكلام ده جه على هواه لأنه إنسان إيه شرير شرير. فوقف يقول لهم بصوا بقى، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. يا ساتر، يعني إذا كان أبويا بيضربكم عشان تتألموا وتتربوا، لا ده أنا ضربتي والموت والقبر يعني، فأنا هأدبكم بإيه؟ بالعقارب. ومش بس كده، ده صباعي الصغير، صباعي الصغير المتن ده، سوري الصباع الصغير ده، مش المتن، أتخن من متن إيد أبويا. المتن دي ليه حتة التانية دي، يعني عايز يقول لهم إيدي طرشة، إيدي طرشة تعبير الدنيا، يعني خلي بالكم وخافوا على نفسكم. وإلا طبعا إيه اللي حصل بقى بعد ما القصة دي اتقالت؟ خرجوا بقى قالوا لا، قصة مش نافعة، قصة مش نافعة. 10 أسباط من 12 انفصلوا عن رحبعام وكونوا مملكة شمالية اسمها مملكة إسرائيل، وكانت عاصمتها السامرة، واللي ملكها واحد اسمه يربعام بن نباط، جابوه من مصر، كان يعني مدير قصر سليمان، ده مش ابن سليمان ولا حاجة، ولا حتى كان بيعبد ربنا. ومن هنا دخلت عبادة الأوثان لشعب إسرائيل، ومن هنا جه الخلاف ما بين السامرة اللي هم اللي فوق واليهود اللي هم السبطين اللي فضلوا، يا عيني اللي فضلوا مع رحبعام، اللي هو يهوذا وبنيامين، بقت مملكة يهوذا تحت سبطين ومملكة إسرائيل فوق إيه. وهنا حصل الخلاف التاريخي بقى ما بين السامرة فوق وأورشليم ويهوذا إيه تحت. سببه إن في شخص صوته من مين؟ من الناس اللي في العالم والأفكار الشرير. والنوع الثالث ده الشخص اللي صوته من ربنا، من كلام ربنا. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. ربنا بيقول لنا كده، اسمعوا الكلام ونفذوه عشان مصلحتكم. احنا حتى بنحسها لما حد فينا يبقى أب أو حد أو واحدة فينا تبقى أم، بتبقى كل اللي بتقوله لأولادها أفضل شيء في الدنيا من وجهة نظرها، والوصايا اللي بتوصيها لأولادها يعني هي من جوه متأكدة أنه ده إيه أكتر حاجة لمصلحته. جايز ولادها يتضايقوا، ترد عليهم تقول لهم إيه؟ على فكرة هتعرفوا قيمة الكلام ده لما تكبروا وتبقوا أمهات وتنصحوا عيالكم، هتعرفوا أن أنا بقوله ده إيه أفضل نصيحة. هو ده اللي بيعمله ربنا لما بيبعت كلامه والكتاب المقدس والتعليم والوصايا. هو أب بيحذر ولاده من العالم الشرير. الحقيقة يا أحبائي، إحنا عندنا ناس بتتعامل مع الكتاب المقدس بأنواع كتير. أول نوع، وأعتقد نشكر ربنا أكيد مش حد من حضراتكم، أنتوا ناس قديسين وحلوين، وبالتالي النوع الأولاني ده مش موجود هنا، إن في ناس أصلاً رافضة تسمع كلام ربنا، هو بيعاند مش عايز يسمع. أنا أسمع ليه؟ وربنا يبقى في حياتي غصب عني ليه؟ في ناس تقول كده، تخيلوا، يعني بعض الشباب ساعات يقول لك إيه؟ وأنا ربنا يقول لي أعمل وما تعملش ليه؟ بأمارة إيه يعني؟ هو أصلاً يعني كلام بالمنطق ده وبالطريقة دي. ففي نوع معاند لكلمة ربنا، معاند رافض، رافض لتعاليم ربنا. تقول له ربنا قال كذا، يقول لك ما يهمنيش وما يخصنيش. كنا مرة أحد الآباء الكهنة كان عنده شاب بيتحارب بخطايا جنسية، بس خطايا جنسية عنيفة وفيها نوع من أنواع الشذوذ. فبيحكي أبونا بيقول إنه بيحاول مع الولد بقاله سنين، والولد في مرات يحاول وينتصر ونعمة ربنا تسده، ومرات تانية يضعف والدنيا كانت بتروح وتيجي. كان بعته عند دكتور نفسي يعالجه لأنه بيبقى فيه جزء نفسي محتاج علاج، والولد أهو يعني متلصم بيحاول بس إيه متلصم. لغاية ما فترة من فترات الولد ده هاجر بره، سافر بره، سافر بره عيش بره خلاص، يعني جاله بقى هجرة، جاله سفر، جاله شغل، واتفر بقى اللي جاله. فبيقول أبونا بعد 5-6 سنين من هجرة الولد شفته جيب الصدفة الكنيسة، فجي الولد يسلم علينا. فأنا بقول له حبيبي إزيك وحشني، أنت فينك يا ابني وفين أخبارك؟ مش تبعت لنا يا ابني على الواتساب ولا على الفايبر كده نقدر نطمن عليك؟ قال له أنا كويس يا أبونا نشكر ربنا. فأبونا خده على جنب كده قال له يا ابني أنا قلقان عليك، أنت كويس؟ يعني أخبار توبتك وجهادك إيه؟ قال له توبة إيه وجهاد إيه؟ قال له توبتك وجهادك مش إحنا كنا بنحاول وإن شاء الله خير؟ قال له لا، ما أنا حلتها يعني. قال له حلتها إزاي؟ قال له أنا رحت لدكتور نفسي بره، طبعا غير مؤمن بوجود ربنا ولا بتعليم الكتاب. قال لي يا ابني ما تقبل نفسك كده، ما توافق على اللي أنت بتعمله، إيه المشكلة؟ أنت غالبا دي طريقتك ودي طبيعتك، وافق عليها وانبسط واقبل نفسك وافرح وإن شاء الله خير. وأنا من ساعتها إيه؟ قلت إن شاء الله خير، يعني أنا كده وموافق إن أنا بقى كده وهعمل ده ومش هوجع ضميري تاني. إيه ده بقى؟ ده ناس قررت تعمل إيه أحبائي؟ تبعد
تعاليم ربنا على جنب، تبعد وصايا ربنا على جنب، تبعد اللي ربنا قاله لمصلحتنا على جنب. وطبعا ده ظاهريا بيريح الواحد، لكن واقعيا بيعمل ايه مع الوقت؟ كارثه كارثه. هناك طرق تظهر للانسان على انها مستقيمه، ولكن عاقبتها طرق ايه؟ موت. النوع الثاني ده واحد عارف انه كلمه ربنا كويسه يعني، ومش معترض يعني. سألوا انت معترض على الوصيه؟ يقول لك لا ابدا مش معترض. طيب هتقرا؟ لا. ليه؟ هو ايه اللي لا ليه؟ يعني ما احنا لازم نقرا وننتظر. في واحد تقول له ايه؟ طيب النهارده احنا اتكلمنا او ابونا اتكلمنا في الوعظه عن كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين ايه؟ بس انا عشان اعمل الاول لازم اسمع واقرا، مش كده؟ يبقى المبدا يبقى موجود ولا مش موجود؟ في واحد لا مش في دماغه. تقول له حبيبي بتقرا كتاب مقدس؟ يقول لك يا ابونا صدقني الوقت، الوقت ضيق قوي، ما عندناش وقت. ايوه طب والست ساعات اللي على الفيسبوك دول وقت ولا مش وقت؟ ما انت قاعد ست ساعات على الفيسبوك، الثلاث اربع ماتشات بتوع كاس العالم اللي ورا بعض دول إيه اخبارهم ايه؟ ما احنا اكيد مش قاعدين على النت بنناقش في قوانين مجمع نقيا يعني، يعني احنا قاعدين على النت بنعمل ايه؟ غالبيته كلام فاضي سامحوني، وساعات كلام معسر يعني، يعني ساعات كلام قلته احسن وساعات وجوده اسوأ يعني. وبالتالي نضيع وقتنا ونيجي بقى على ربنا نقول ايه؟ مفيش وقت. لا في وقت، ده احنا بنجيب الاخبار وتلاقي ناس تشترك في خدمات على النت تجيب لها المصيبه في ساعتها. يا حبيبي ما المصيبه جايه جايه بنعمه ربنا، بتدفع فلوس تجيلك في ساعتها؟ مستعجل على ايه يا حبيبي؟ يعني عايز اقول جمعهم بالليل مره واحده، لكن انت بقى صلي واقرا كتابك المقدس وقول له يا رب كلمني، قول له زي ما قال صمويل النبي كده تكلم يا رب فان عبدك ايه؟ سامع. يبقى في نوع يا احبائي بيعاند، نشكر ربنا ده مش حد مننا. في نوع تاني مش مركز، لا ده ممكن يبقى مننا، يعني ممكن اللي قاعدين دول في ناس بقالها فتره طويله لا قرت كتاب مقدس ولا ايه سمعت. بعض الناس يقول لك ساعات بقرا الكتاب مش بفهمه. طب ما في كميه قنوات فيها تفاسير، في كميه سيديهات، مواقع على النت على اليوتيوب، يعني القصه دلوقتي محلوله ولا بقت صعبه؟ محلوله، نشكر ربنا. لو مش فاهم خد درس خصوصي، اسمع اي ابونا من الاباء اللي بيشرحه، يبقى كانك بتاخد ايه؟ درس خصوصي. لكن لازم تهتم، كون ان انا مش بقرا ده لا يخلي مسؤوليتي قدام ربنا لما اقف قدامه. خلي بال حضراتكم لما نتكلم على يوم الدينونة العظيم زي ما ذكر في سفر الرؤيا، يوم القيامة يعني، يقول لك كده الله يرسل ملائكته ليجمع مختارين من الاتجاهات الأربعة، وبعدين يقول لك تعبير غريب قوي، يقول لك ثم فتحت الأسفار. يعني فتحت الأسفار يعني أتاري الكتاب المقدس ده هو المنهج، وهنتسئل في المنهج. يعني زي ما يجي الدكتور كده او المدرس في المدرسه يروح فاتح كتاب الوزاره يقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف مين ذاكر ومين ما ذاكرش، فيروح مطلع الاسئله منين؟ من كتاب الوزاره. او بالنسبه لنا كتاب الوزاره يوم القيامه او يوم الدينونه هو ايه؟ كتاب المقدس. كون ان انا ما قريتش ده ما يعفنيش، ده اهمال مني مش ذنب ربنا، لان الكلام كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين ايه؟ انفسكم. يبقى في نوع رافض وفي نوع مكبر دماغه. كبر دماغه. في نوع ثالث بينقي الوصايا، يعني يدي وقت او يلتزم، لكنه بيعمل ايه مع كلام ربنا؟ ينقي الوصايا. تيجي تقول له ايه احلى وصايا حبيبي؟ يقول لك ايه؟ هاتوا العشور وجربوني، كنت مريضا فزرتموني، عريانا. الخدمه الحقيقيه افتقاد اليتامى والارامل وحفظ الانسان نفسه. يبقى هنا ويقول لك أنا أحسن حاجة بحبها إن أنا أخدم الفقراء والمحتاجين. يا سلام يا أبونا. طيب أخبار أحبوا أعداكم إيه؟ يقول لك إيه علاقتها بموضوعنا دي؟ تقول له إيه علاقتها بموضوعنا إزاي؟ يعني طيب أخبار صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم دي أخبار؟ يقول لك لا أصلي إيه؟ يعني أنا أصلي الواحد بيضايقني؟ لا أنا أحب الفقراء أه، أحب الغلابة أه، لو حد محتاج حاجة ساعده أه، لكن أنا اللي يضايقني أضايقه. تقول له يعني إيه؟ يقول لك أنا هصلي له بس بطريقة تانية. ربنا ينتقم منه، ربنا ياخده، تنزل نار من السماء كده ها؟ يعني هو ده انا هصلي بالطريقه دي، انما تقول لي صلي يا رب اسامحه؟ لا يا ابونا، دي بقى عايزه قديسين واحنا مش قديسين، دي عايزه ناس قامات واحنا غلابه. ويفضل انسان يعمل ايه؟ زي مثلا الايه بتاعت على حسب طاقتكم ان امكن فحسب طاقتكم سلموا ايه؟ في ناس بتفهمها ايه؟ على قد ما اقدر، على قد ما مش قادر بلاش، يعني انا النهارده حماتي مضايقاني مش هشوف وشها اصلا طول العمر، على قد ما اقدر. كتاب يقول لا
ده الكتاب بيقولها على قد ما تقدر حاول. فمين قصدي؟ مش قال كده، مش على قد ما اقدر يعني ايه هنقدر ولا لا، مش فرق، لا فرقه، ده بيقول لك بقدر ما تستطيع. وهنا يعلمونا ابائنا القديسين ايه احبائي، ان الوصيه اللي في الكتاب اللي ما نقدرش نعملها بنصرخ لربنا انه يعمل ايه، يخلينا نعملها. يعني انا عندي وصيه صعبه زي احبوا اعدائكم، تقيل على قلب، ولما حد بيبقى زاني ولا شمت فيا ولا وجع قلبي صعب قوي اصلي له. طيب على الاقل قول له يا رب وسع قلبي ان انا اصلي له، حتى دي مش عايز اعملها، لا دي تحتاج لمراجعه. ففي ناس يا احبائي بيعملوا ايه، ينقوا الوصايا معايا. طبعا ده ضد التعبير بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله وصالح للتعليم للتأديب، مش كده؟ يعني كل كلام ربنا بوصاياه كلها مفروض انا وحضراتكم نعمل ايه، نحاول فيها. والوصية اللي ما نقدرش نعملها نصرخ لربنا يساعدنا نعملها، نقول يا رب من فضلك انا مش بعرف احب اعدائي، انا بشيل من مرات ابني، انا بشيل من ابني وزعلان منه لانه بعد ما ربيته سابني ومش بيعبرني، خلينا نصلي كده يا رب من فضلك قويني ان انا اعرف اعمل دي. انما فكرة لا انا احب اللي يحبني واللي يضايقني يديله على دماغه ودي قامة روحية وعلى قد ما اقدر، القصة دي مش هتحل الايه المشكلة. يبقى في نوع يا احبائي بيعاند، في نوع تاني مش مركز، مش مدي وقت لقراية الكتاب او سمعان الكتاب، في نوع تالت، في نوع تالت بينقي الوصايا، في نوع رابع يذاكر الكتاب المقدس كله وممكن يحفظ ايات بس يطبق على الناس. يعني ايه يطبق على الناس؟ زي الام اللي زعف ابنها بقول لك ايه ما تعليش صوتك. طب وانت عامله ايه حضرتك؟ لا مش موضوعنا، انا بزعق له يعني عشان ما يعليش صوت، يطلع واد متربي ما يعليش صوته. ايوه طب وحضرتك؟ لا احنا ليه بنناقش الموضوع ده؟ مش بنناقشه. لدرجه ان انا وحضراتكم ساعات لما بنيجي نحضر وعظات ويتقال مواضيع وخطايا على عامه تلاقينا بنحط ناس في دماغنا. يعني بدل ما اقول طب انا ايه علاقتي باللي اتقال النهارده؟ اقول يا في فلان بقى يا ريته كان حضر وسمع، لو كان سمع وحضر كان حللنا المشكله، مش كده ولا ايه؟ خلي بال حضراتكم دي نقطة مهمة. صمويل النبي كان لما يسمع صوت ربنا يقول له تكلم يا رب فإن عبدك إيه؟ سامع. أنا اللي سامع يا رب، أنا عارف إن الكلام ده اللي أنت بتبعته أنت قصدك حاجة، مش بتقول لي كلام وخلاص، كلام ده أنت عايز توصل لي حاجة، أنت عايز تنور طريقي، تكشف ضعف جوايا، لأن كلام ربنا بينور جوا الواحد، وبالتالي أنت بتبعت لي رسالة. ففي ناس تحفظ وتذاكر وتبقى يعني عندها قدرة على انها تقرأ اجزاء كبيرة من الكتاب المقدس بس تطبق على ايه؟ على اللي حواليه. رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من الكنيسة. رايح فين؟ رايح الخدمة. جاي منين؟ جاي من الخدمة. رايح فين؟ رايح المؤتمر. جاي منين؟ جاي المؤتمر. وتلاقيه مكره مراته في حياته، مكره مراته في حياته. ليه؟ عمال يطبق عليها. احنا خدنا وخلي بالك والرجل رأس المرأة، هي دي اللي حفظتها يعني من الكلام، ما هو الرجل رأس المرأة، كمل بقى. كما أن المسيح إيه؟ والمسيح ده اللي خضع ومات لأجلك، يا سيدي يموت عشان خاطر مراتك وإن شاء الله هي تحبك وتسمع لك يعني. أو العكس، أو العكس، أنا ما أقصدش حاجة، أنا بدي مثل يعني اللي جه في دماغي. وبالتالي يا أحبائي خلي بال حضراتكم، النهاردة أنا لما بطبق على الناس أنا بدينهم وأنا مش بتغير. أنا فاكر أول ما ربنا دعاني للكهنوت رحت أزور والدتي، والدي في ميدان الجامع جنب الكنيسة يعني، فقابلت واحد من الجيران بص لي كده قال لي إيه ده؟ هو أنت بقيت منهم؟ هو مسيحي أصلا. قلت له منهم؟ خير يعني. قعد لمدة نص ساعة، ساعة لربع يشتم أي حد جوه الكنيسة، من أول الأب العظيم البطرك البابا شنودة لغاية أي شماس معدي جنب أي كنيسة، خلاص؟ يشتم في كل. طبعا انا بقى ايه قلت هلحقه بقى لان انا اللي عليا الدور، ما هو دلوقتي هو شتم كل الناس يبقى فاضل مين؟ فاضل. فقلت اغير الموضوع، قلت له طيب حضرتك بتصلي القداس فين؟ يقول لي اصلي قداس واتناول من ايديهم. قلت له ما يصحش صحيح. طب حضرتك فين اب اعترافك دلوقتي عشان ممكن نقعد نتكلم؟ قال لي اب اعتراف؟ مش يتوبوا الاول قبل ما ياخدوا الناس؟ قعدنا بقى في القصه دي، اتاري لا بيصلي ولا بيحضر قداس ولا بيصوم، لكن هو عمال يعمل ايه؟ يوعظ ويدين الآخرين لدرجة أن حياته الأبدية بقت في محك. صدقوني الراجل ده صعبان علي وبصلي له دايما أنه ربنا يعمل إيه. إحنا بسهولة نقدر ندين الآخرين ونقول عليهم كلام صعب. خلي بالك، خلي بالك،
لأنه الكلام ده ليك وليا ولحضرتك، مش لحد في ذهننا عمالين ندين فيه ونتخيل أنه محتاج هذا الكلام. لا، إحنا اللي محتاجين هذا الكلام. من له أذنان للسمع فليسمع. أفتكر في سنة من السنين كانوا ساعات، ويمكن بيحصل لغاية الوقت، يبعتوا أباء في المهجر يصلوا للأقباط اللي مسافرين. يعني في أماكن برة مفيش كنايس، مفيش كهنة، فيشوفوا الأماكن دي وياخدوا أباء من الكنايس، يكون لسه مثلا أبونا جديد ولا حاجة، ويروح بعته هناك يعيد معهم ويصلي معهم. فأنا فاكر مرة رحت كنيسة من الكنايس يعني في دولة أوروبية، أول ما وصلت في المطار لقيت غالبية شعب الكنيسة جاي يستقبلني، وأنا أصلا ما كانش حد يعرفني في كنيستي أصلا، يعني أصلا كنت مرسوم بقالي سنتين ثلاثة، ما كانش حد يعرفني. فأنا بيني وبينكم بهرت، قلت إيه الجمال ده، كله ده جاي يستقبلني؟ أتاريهم مش جايين يستقبلوني بقى، ده كل مجموعة جاية تثبت حالة. يعني تثبت حالة؟ أبونا بقى اللي جاي من مصر ده الغلبان يقعدوا يكلموه يقولوا له المجموعة التانية عملت وسوت، والمجموعة التالتة عملت وسوت، أتاري الكنيسة بعد عنكم فيها إيه؟ فهم مش جايين عشان يعرفوا أبونا، ولا بيسألوا في أبونا، ولا هذا موضوعنا. هم جايين عشان اللي يلحق اللي سبق كان الإيه؟ اللي يلحق يقول لأبونا إنه دول وحشين، فأبونا يا عيني غلبان هيسمع ويصدق ويبقى الباقي وحشين. بيني وبينكم أنا اتقفلت، يعني اتخذت كده اتضايقت. يعني نشكر ربنا مش ده الجو بتاعنا، مش جو كنيستنا ولا كنايسنا، وربنا يديمه علينا يعني لان احنا غلاب. فبيني وبينكم كده اتخذت. وبعدين قعدت افكر، انا عارف ان القصه دي اساسها الذات، كبرياء. ما هو انا عشان احس انا احسن منك فانت تقول لا انا احسن منك، دي فيها حته ايه؟ ذات. تحزب ده من ضمن مظاهر كبرياء. فقلت هكلمهم عن خطيه الكبرياء. انا كنت رايح ساعتها في الكريسماس، وقت عيد الميلاد، وقت زي كده، او يعني قبل 7 يناير بيومين ثلاثه. طبعا قلت بقى لو كلمتهم عن الموضوع ده هنكد عليهم، هنكد عليهم، وانا بقى رايح اوروبا بقى وكريسماس وتلج ونجوم. فقلت لا، مش مناسب، خصوصا انه ها انا ابشركم بفرح ايه عظيم. مش لازم انكد، انا ان شاء الله هنكد عليهم في الغطاس. يعني انا اللي جه في بالي ايه بقى؟ هعدي الميلاد على خير. خلاص عدي الميلاد على خير، ما احنا بنروح نصلي يا اما اسبوع الالام وعيد القيامه، يا اما ميلاد وغطاس، باكج كده. قلت لا، انا هعدي الميلاد على خير عشان انا لسه جاي وما يعرفونيش، وبالتالي مش لازم اقفلها، عشان انا بقى الغطاس ده اخر حاجه هقول اللي انا عايز اقوله واللي مليه عليا ضميري، واخد تاني يوم الطياره واروح، واللي يعرف ابويا يبقى يروح ايه يقول له. يعني قلت كده، ده اللي جه في ضميري يعني. ف خلصنا الميلاد على خير، وقلنا بقى ها نبشركم، وعمانوئيل استفسير الله معنا، وخلص. وبعدين بقى اسبوعين عمال احضر موضوع عيد الغطاس. وعيد الغطاس كمان جه في الجون ليه؟ لانه يوحنا المعمدان اعظم مواليد النساء، ولما جم قالوا له الحق تلاميذك ماشيين ورا يسوع، قال لهم ايه؟ ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. حته يعني راجل نموذج للاتضاع، نموذج للاتضاع. حضرت، وكنت اول مره احضر بضمير لمده اسبوعين، بحضر بقى عشان الموضوع مضايقني. وخلصت الوعظ وخلصت القداس، وربنا اشتغل بنعمته. فلقيت بقى بعد القداس كل مجموعه جايه تقول لي ايه؟ يا سلام يا ابونا على وعظه النهارده، ربنا اشتغل. قلت لهم الحمد لله. قالوا بس على الله فلان يفهم، الوعظه باظت برضه، لان كل واحد قاعد يسمع الوعظه بالنيابه عن مين؟ ما حدش حس انها ليه، مع انها لينا كلنا، لينا كلنا. انه لا، احنا لازم ناخد بالنا. في ناس يا احبائي تتعامل مع كلام ربنا بالطريقه دي، هو بيسمع كلام ربنا ويصر على تنفيذه على ايه؟ على الاخرين. طب وانا؟ لا لا، محتاجين قبل ما ننفذه على الناس ايه؟ ننفذه عليه. بقول درس، بقول وعظه، بقول اي حاجه، طب على الاقل خد جزء صغير منها، خد جزء صغير. رايح اقول النهارده لاولادي في البيت ان ابونا قال وعظه معينه، طب ما ناخد جزء منها حتى لولادي. بص يا اولاد، ابونا النهارده اتكلم على الكتاب المقدس، ودماغك ده يا اما هيمشي بالعالم يا اما منك نفسك يا اما. طيب هتعمل حاجه؟ لا ليه؟ هو ايه اللي لا ليه؟ لا ليه؟ عايزين نحاول علشان نقدر بنعمه ربنا نستفيد. في نوع اخير بقى، وده ربنا يرحمنا، يعني اللي هو بيخدم بكلمه ربنا ويتكلم مع الناس مش واخد باله من توبته. كنت مره قريت قصه في كتاب لابونا تدرس يعقوب. هي القصة دي عايزكم تاخدوها في سياقها، يعني كبرهاش، لكن هو سياقها مرعب، يعني هي مرعبة.
بتكلم على قصة راهب شاب متهاون كان في دير من الأديرة. وبعدين هذا الراهب كل ما أب اعترف وينصح ويقدم توبة ويصلي ويصوم وقانونه يزبط هو عمال يكسل. أبونا يشد عليه شوية يطبطب عليه شوية هو عمال يكسل، لا بيصلي ولا بيحضر التسبحة في ميعادها ولا واخد باله من عفته، قصة كده ملخبطة. وصحيوا في الدير في يوم على مشكلة إنه هذا الراهب فجأة مات. الشاب ده مين اللي كان قلقان عليه بقى؟ أب اعترفه، لأنه عارف إنه الشخص ده إيه؟ مستبيح متهاون مش عايز ينفذ الكلام مش عايز يسمعه. وكان كل ما ابونا يقول له يعني نعمل يا ابونا لسه قدامنا الوقت طويل، يا مين يعيش احنا قاعدين في الدير لسنين طويله، يعني ان شاء الله ربنا يدينا ونتغير ونصلي اكتر ونصوم اكتر ونحافظ، يعني واخد الموضوع بايه؟ بنوع من التهاون كده، انه يعني زي بعض الاشخاص اللي جوه الكنيسه اللي بيبقى متخيل انه يعني مش مشكله، يعني ما جراش حاجه، مش لازم كل حاجه كده، وكأنه ربنا مش شايفه ومش مطول باله عليه. فابونا أب اعترافه بكى بكاء مر وقلبه كان موجوع على مين؟ على الراهب ده، وطلب من ربنا أنه يقول له الراهب ده فين؟ عايز يعرف يطمن ابنه وقلبه وجعه وحاس أنه يعني كان ممكن أحاول معه أكتر من كده. فالله كشف له على رؤية أنه هذا الراهب في مكان كئيب ومظلم ومؤلم. ف يعني أب اعترافه الراهب بقى ده، أب اعترافه اللي هو الشيخ الكبير، بكى. وكان هو بيبكي مش عارف يقول ايه غير ان يقول للراهب الشاب الصغير اللي في المكان الوحش ده، يا حبيبي انا مش قلت لك؟ يا حبيبي ارجوك، مش ريتك كنت سمعت ونفذت؟ مش ريتك كنت اهتميت بخلاص نفسك؟ اهو انا دلوقتي بدل ما اطمن عليك اتضايقت اكتر. هو بيحلم انه دي ايه؟ دي فكره يعني. فرد عليه الراهب الشاب بمنتهى التهاون، قال له لا تبكي يا ابي، فاني اقف على كتفي مطران. اسم القصة كده، فأنا أقف على كتفي مطران. يعني إيه؟ فهمتوا يعني إيه؟ يعني تحت في إيه؟ ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. وكأنه كلام الكتاب واضح، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين. إيه؟ الله مش فارق معاه شكل خدمتك ووظيفتك حتى جوه الكنيسه، لكن فارق معاه ايه؟ توبتك. توبتك يا ناس ممكن يبقوا مش معروفين في الكنيسه ومحدش ياخد باله منهم، لكن توبتهم حقيقيه. صدقوني يا احبائي، بيجي ناس ساعات يعترفوا تشعر انك مكسوف من نفسك بانعترافه، قد ايه ضميره وجعه، وقد ايه بيجاهد، وقد ايه بيعمل مطنيات، وقد ايه بيصوم، وقد ايه واخد الموضوع بجد، وقد ايه بيعمل بكلام الله بجد. في نوع يا احبائي له منظر مبهر، ربنا يحمينا وانا قبل حضراتكم، ولكن في الواقع ايه؟ وكون ان الله ساتر عليا وعليكم مش معنى كده ان احنا كويسين. كون ان الله بيخلي لنا بعض الناس ساعات يشوفونا كويسين ويقولوا لنا كلام حلو، مش عايزين نتغش في ده. احنا عايزين نقول له رب انت قلت لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل مين؟ بل المرضى. انا هفضل طول عمري مريض يا رب، وهفضل طول عمري مصدق ان انا خاطي لاننا خاطي، وهفضل طول عمري مهما كبرت في المسؤوليات او في المكانه او في الوضع او في الكنيسه انا رب غلبان ومحتاج اعمل ايه؟ اقدم توب. كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين ايه؟ انفسكم. النقطه الاخيره، نتعامل ازاي مع كلمه ربنا؟ يبقى احنا اتكلمنا ان في بني ادمين بيتحركوا من دماغهم، دي كارثه، يتحركوا من العالم 20 كارثه، يتحركوا من ربنا، مفيش حل رابع عشان ما نقعدش نتعب نفسنا، فكر كده مفيش حل رابع. واتفقنا ان في ردود افعال للناس وهي بتتعامل مع الكتاب المقدس، في المعاند، في اللي مكبر دماغه، وده على فكره مش عذر يعني، يعني مش عارف اقول له اصل انا ما عرفتش الوصايا ايه، لا اسمع، مش عارف تقرا اسمع، مش عارف تفهم تفسير، وكل حاجه دلوقتي بقت موجوده. والنقطه الثالثه، في نوع بينقي الوصايا، ينقي الوصايا، الحاجه اللي على مزاجه يعملها واللي مش على مزاجه ما يجهدش فيها. وفي ناس يا احبائي تطبق على اللي حواليها مش كده، وفي ناس تعلم وتوعظ لكن
هو مش عايز ينفذ، مش عايز، شايف انه كويس، عنده حاجه بيسموها ضربات يمينيه او بر ذاتي، شايف نفسه كويس. نتعامل ازاي مع كلام ربنا؟ كتاب المقدس يقول وجدت كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح وبهجه القلب. تاني كتاب المقدس يقول ايه؟ وجدت كلامك كالشهد فاكلته. يعني كلام ربنا عشان ننجح في التعامل معه لازم ناكله. فيجي واحد يقول لك ناكله؟ هو الكلام بيتاكل؟ الكلام يتسمع، الكلام يتكتب، الكلام يتفهم، لكن يتاكل؟ ايه يتاكل دي؟ بصوا، في مره مرات سالت احد الاباء عندنا الكهنه المباركين، هو كلمه ربنا يا ابونا بتتاكل ازاي؟ ما دي معلومه غريبه قوي، هو كلمه ربنا دي تتاكل ازاي؟ قال لي بص، الله يريدنا ان نتعامل مع كلمه ربنا كما نتعامل مع الطعام. قلت له يعني ايه؟ قال لي الطعام بنتعامل معه على ثلاث مراحل. اولا بندوق الاكل، نستطعمه. ثانيا بنمضغ الاكل. ثالثا بننمو ونكبر نتيجه الاكل. مش كده يا ابونا؟ قلت له اه يا ابونا فعلا. قال لي كلمه ربنا كده، لازم اولا ندوقها، ثانيا نمضخها، ثالثا نكبر من خلالها، ننمو من خلالها. قلت له معلش انزل بالمستوى عشان مش فاهم ايه المقصود بالكلام ده. قال لي ندوقها يعني تقرا كلمه ربنا او تسمعها بانتظام. ندوقها يعني انا النهارده قريت كلام ربنا فدقته، سمعت تعاليم، سمعت وصايا بالبلدي كده، خدت فكره. عارفين خدت فكره يعني ايه؟ ودي دايما بتبقى القرايه الاولانيه او السماع الاولاني. لما بنقرا اول سفر او سفر لاول مره او بنقرا الكتاب المقدس لاول مره، بيبقى في الاول مش بجيب كتاب تفسير واقرا منه واقعد اتخطط، وان كان ده حاجه رائعه بس مش كله نفسيا بيعرف يعمل ده. على الاقل هقرا حتى لو طلعت بايه؟ بايه. دي اسمها ندوق كلام ربنا. وزي ما قلت لحضراتكم المبدا ده هيبقى موجود لما حضراتكم تتفقوا مع بقى اعترافكم على نظام تقروا بيه في وقت معين. هقرا بيه كلام ربنا، رجعت من الشغل كلت، هصلي واقرا كتابي المقدس الاول. الصبح اجازه، صلي واقرا كتابك المقدس الاول. مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شرير. كل ما كنت بدري كل ما كان افضل. مره كنت قريت كتاب بيتكلم على الاضطهاد الشيوعي الملحد للكنيسه الروسيه الارثوذكسيه، اتكلم على الاضطهاد اللي حصل ايام لينين وستالين لما قامت الثوره الشيوعيه بتاعت الالحاد في روسيا في اوائل القرن اللي فات. الثوره دي قامت ضد الدين في الاساس، ضد الايمان المسيحي والايمان بوجود الله. قفلوا الكنائس وحولوها المتاحف، منعوا طباعه الكتاب المقدس، قبضوا على كل المؤمنين بما فيهم الكهنه، وبعتوهم في سجون في سيبيريا. سيبيريا يعني التلج، يعني الناس تموت لوحدها. قصة بتحكي طبعا ساعتها كل الناس اللي كانت عندها إيمان بربنا كانت مخبية ده، مخبية ده. فكان قصة قريتها عجيبة جدا لأب كاهن روسي، طبعا كانوا بيلبسوا هناك لبس عادي بقى، ما هو النهاردة هو لو تعرف إنه كاهن رقبته هتطير، فكانوا يلبسوا لبس زيهم زي مين؟ الناس، شعب. قاعد في محطة مترو، في المترو يعني، فقدامه شابين روس مسكين كتب بتطعن في الكتاب المقدس وبيقروها باهتمام. يعني شابين قاعدين زي مثلا الترام عندكم، في كرسي كده وكرسي كده، قاعدين في وش بعض. هو بقى كأبونا قلب وجعه لأنه شايف الشابين بيركزوا جدا في الكتب اللي عملها إيه؟ تطعن في الكتاب المقدس. فهو بقى قال إيه؟ أنا مش قادر أسكت. قال لهم يا شباب أنتم مقتنعين بالكلام اللي في الكتاب ده؟ قالوا له انت بتسال السؤال ده ليه؟ قال لهم بصراحه عشان انا راجل قسيس كاهن يعني، وعايز اعرف لو تحبوا تناقشوني في حاجه. فابتسموا وبصوا لبعض. قالوا له نحن نؤمن مش بالكلام اللي في الكتاب ده، احنا بنؤمن بالكتاب نفسه، الكتاب المقدس نفسه. قال لهم طب غريبه، انا كنت شايفكم مركزين وانتم بتقروا في الكتب دي. قالوا له اه طبعا، ما احنا ما قدمناش بديل. قال لهم يعني ايه ما قدامكوش بديل؟ قالوا له انت عارف ان طباعه الكتاب المقدس ايه؟ ممنوعه. فاحنا بنجيب الكتب اللي بتهاجم الكتاب المقدس، ودول بيحطوا باراجرافات لايات جوه الكتاب.
نسيب الكلام الفاضي اللي بيهاجمها ونقرا الباراجرافات دي. عارفين اللي بيكون بازل بيعملوا كده، فهو ما يهموش بيقولوا ايه على كلام الكتاب المقدس، لكن يهمهم ايه؟ الايات بتقول ايه؟ شوفوا الناس كانت بتاخد الموضوع بجد ازاي؟ عشان كده نعمه ربنا سندت الشعب ده، ورجع دلوقتي بنلاقي انه رئيس روسيا بيحضر عيد الميلاد ويحضر عيد القيامه ويصلي ويتناول. ازاي؟ عشان تعرفوا انه الناس تعبت زي ما احنا كنيستنا كانت بتتعب وبتدفع من الشهداء والقديسين والناس اللي بتحب ربنا، وده نتيجته عمل ربنا وشغل ربنا. يبقى اول حاجه نعمل ايه احبائي؟ ندوق ندوق ندوق، يعني نقرا ونقرا حتى لو طلعنا بايه. حاجه تانية نمضغ. احنا حتى كنا نقول للاطفال الصغيرين امضغ كويس عشان ايه؟ تكبر الاكل ده يتحول، بدل ما معدتك توجعك وما بقاش فيه فيتامينات ولا مش كده. عايزين نمضغ كلمه ربنا. يعني مش معقول انا مش بكلم اخويا بقالي 10 سنين وتعدي عليا ايه في الكتاب المقدس تقول احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، وانا عادي يعني معديها يعني. طب على الاقل على الاقل ارجع لاب اعترافك، يعني انا مش بديك قرار او قانون، على الاقل قول له يا ابونا الايه دي واجع لي ايه قلبي، في ايه بتقول كده يا رب انا حاسس ان انا مقصر اعمل ايه، واب اعترافك يديك ارشاد يقولك حتى لو بتختصره، طب صلي له، طب لو جت مناسبه بس وده، طب حتى يعني خلي التعامل على مسافه، لكن القطع ده هيعمل لنا ايه؟ كراهيه ومشكله. انما بيبقى شيء عجيب وغريب يا جماعه انه ممكن ناس يبقى بيقرا كلام ربنا والكتاب المقدس وهو من جواه ايه؟ مش حاسس انه عدى عليه حاجه. امضغ كلمه ربنا، يعني اوزن نفسك على كلام ربنا. انت بتعمل ايه ومش بتعمل ايه؟ واحد يقول لي بس يا ابونا ده هيكئبنا، هيجيب لنا نكد، معلش تعرف الحقيقه وتصلي ان ربنا يعينك احسن ما تبقى ايه؟ مضحوك عليك وشايف نفسك كويس وشايف نفسك ما حصلت. بالعكس يمكن لو اكتشفت ضعفك وصليت لاجله ربنا بصوره وباخرى يعتبر ده نوع من انواع الجهاد والمحاوله. معايا حضراتكم؟ حتى لو ما قدرتش اتغير او اغير نفسي، انا بس عايز اقول لحضراتكم على حاجه، التغيير ده بياخد وقت، والتغيير ده عايز عمل نعمه من ربنا. دوري ايه انا؟ ان انا جاهد واصلي واستخدم وصيه النعمه. اما التغيير ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ هو حد كان يتخيل اللي حصل لموسى الاسود ده؟ موسى الاسود يا احبائي ما تعملوش مثلا تغيير شرايين، تغيير دعامه، لا ده عملوا تغيير قلب. ده القلب كله اتغير. واحد قاسي قتل قتلة عمل مصايب الى اب حنين مرشد مليان حكمه ومليان توبه ومرشد ل 500 راهب، وكان كمان قلبه حنين على اخواته الخطاه. ده معناه واحد اتعمل له عمليه تغيير ايه؟ قلب، مش تغيير شرايين. ما تحطلوش دعامات، لا ده اتغير خالص. طب ده ينفع؟ القادر فوق كل شيء ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او ايه؟ نفتكر. اكثر مما نطلب او نفتكر، ربنا قادر، بس انت اقرا وقول له رب لا الحقني، انا بعد السن ده كله في وصايا كتير مش عارف انفذها. ودي نقطة مهمة. النقطة الثالثة، خد الوصية اللي وجعاك وروح بيها لأب اعترافك، يديك تدريب على قدك. تاني، خد الوصية. أنا النهاردة قريت حاجة فلقيت في وصية بتتردد كده في كذا حتة وأنا حاسس إن أنا إيه؟ مقصر. أعمل إيه بقى؟ أنا عايزك تكبر وربنا عايزنا نكبر. نعمل إيه؟ يعني نكبر نعمل إيه؟ هنروح لأب اعتراف نقول له يا أبونا الكتاب كان بيقول إنه غضب الإنسان لا يصنع بر الله، وأنا طول عمري عصبي وببرر عصبيتي. ما في ناس تبرر عصبيتها. أنا فاكر مرة كنت قاعد مع شاب وبعدين بيقول لي يا أبونا أنا بتعصب في السواقة، وبعدين بقى من كتر ما انا بتعصب وخايف على نفسي بقيت بشيل بقى سبراي كده عشان يترش في العينين اثناء الخناقه، وساعات بسحب الكوريك. فانا لما لقيته هيسحب الكوريك وبتاع ده يبقى مش عصبي، ده مجنون يعني، يعني ده مش طبيعي، ده مش واحد عادي يعني، مش عصب زينا يتشد ويسكت، لا ده بيطلع الكوريك. فقررت ان انا اديله ايه؟ ارشاد. عايز اديله باعتراف عادي يعني، ساعات الاباء بيدوا ارشاد يعني، فقلت عايز اديله ارشاد. لقيته بيقاطعني قال لي يا ابونا قدسك بتسوق؟ قلت له اه. قال لي ايه رايك في الناس؟ قلت له يعني الدنيا صعبه شويه. قال لي لا الناس عايزه الحرق. قلت له يا حبيبي؟ قال لي الناس عايزه الحرق. اتفضل يا ابونا كمل. قلت له كمل ايه بقى؟ ارشاد ايه اللي هديهولك بعد ما الناس عايزه الحرق؟ خلاص لما ربنا يحرقه ما تتحل المشكله، لكن انت واضح انك ما عندكش مشكله. قال لي يا ابونا انا بتكلم جد. قلت له ما انا بهزر، انا اللي بهزر ولا انت اللي بتهزر؟ احنا مش هنحلها كده، طالما قلت الناس عايزه الحرق، إنه مراتي بتستفزني فتستاهل إجرالها، مش هتتحل مش هتتحل.
وهتبقى انت مسؤول عن جزء المشكله حتى لو مراتك بتستفزك. جوزك بيضايقك مش حلها ان انا كل شويه اعمل له مشكله وافضحه عند اهله، مش ده الحل. لازم كل طرف يشتغل ويعمل اللي عليه. عشان كده خد جزء من اللي وجعك ده وروح لاب اعترافك، قول له يا ابونا ممكن تديني تدريب، ممكن تديني صلاه للموضوع، ممكن اعمل مطانيات للموضوع، ادينا في الصيام اهو، ممكن اصلي في القداس واحط اسمي على المذبح للموضوع. يبقى هنا ده الشغل اللي بجد. ده واحد بيعمل ايه احبائي؟ ده كلمه ربنا واستطعمها، وبعدين مضغ الكلمه فطلع ضعفه فين باثر فيه، وبعدين قرر انه ياخد ضعفه ده ويروح يصلي ربنا ويصلي ويقف قدام مين؟ اب اعتراف، ويقول له اديني تدريب. وخلي بال حضراتكم بقى، الطاعه تخلي مسؤوليه الطريق. يعني بحسب ما ابونا هيديك ارشاد انت امام الله ايه؟ بتحاول، فانت اخليت مسؤوليتك. لكن لازم تعمل كده، لازم تروح لاب اعترافك وتقول له الوضع ده تعبني، اعمل فيه ايه؟ اتعامل مع القصه دي ازاي؟ اصلي ازاي؟ راي ربنا ايه؟ طب ايه يا ابونا وانت شايفني بحسب قدراتي اقدر اعمله دلوقتي؟ ايه اللي اقدر اعمله؟ لكن فكره احنا ساعات يا احبائي يعني احنا ياما في ناس كانت بتضحك علينا في الارشاد، يعني زمان مثلا يقول لك ايه عندي خطايا تانية يا ماما، لا لا انا يعني يا دوبك كده ساعات بختصر بعض الناس لاجل السلام، لانه طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله ايه؟ يدعون. كنا نعديها. وبعدين بعد شويه فوجئت ايه؟ انا قلقان، يعني انت كل شويه تقول لنا في حد قررت تعملي معاه سلام، انت يعني مش هتتعاملي مع الناس كلها؟ فبدات اسال، طيب الناس اللي بتختصريهم دول وبتعملي معاهم سلام بتصلي لهم؟ تقول اصلي لهم ليه ان شاء الله؟ اصلي لهم بتاع ايه يعني؟ انا بقول لسك انا بطلعهم من دماغي خالص اصلا. طيب لو شفتيهم في مكان سلمي عليهم. يا ابونا انا بختصرهم، قصدك مش واضح، مش مركز في الكلام. انا بختصرهم، يعني ايه بختصرهم؟ اصلا كانهم هوا مش موجودين، مش موجودين يعني هسلم على هنا واسلم على هنا واسيب اللي في النص، مش موجود اصلا، انا بختصره. طب لو جم يتكلموا على الشخص اللي مضايقك ده، بصراحه يا ابونا احلى كلام يتقال ساعتها. يا سيدنا مين يقول ادانا خطيه بس على الشخص ده مريحه بقى، ليه؟ بطلع الغل اللي جوايا. بس خلي بالك يا ابونا انا بختصر لاجل صناعه الايه؟ هو ده اختصار؟ ده اختصار؟ لا حبيبي ده اعلان كراهيه. ان انا ما بصليش الشخص ده ان ربنا يوسع قلبي من ناحيته، بتكلم عليه وفي نفس الوقت بتجاهله لما يبقى موجود قدامي وما بسلمش عليه، ده طريق كراهيه. خلونا احبائي نخلي مسؤوليتنا قدام الله. قول له يا رب احنا عايزين نسمع صوتك، عايزين لما نيجي نقف قدامك على الاقل تقول الولاد دول كان ممكن يجي منهم لانهم كانوا بيحاولوا، وساعتها يا رب انت بنعمتك وبصليبك وبفدائك تكمل ضعفنا بقى وتغيرنا وتستر علينا وتقبلنا في ملكوتك. بس على الاقل يا رب نكون احنا ايه؟ حاولنا. يبقى نعمل ايه مع كلمه ربنا عشان نكون عاملين بالكلمه؟ هنعمل كام حاجه يا احبائي؟ ثلاث حاجات. اولا دوق دوق دوق. ثانيا امضغ، شوف بقى ايه اللي بتنفذه ايه اللي مش بتنفذه. ثالثا طبق عشان تكبر. ما هو الواحد لما بياكل ويدوق ويمضغ الطبيعي انه مع الوقت ايه؟ لكن انا بقالي 30 سنه عصبي ولما عجزت بقيت عصبي قوي. يا نهار ابيض، ده الدنيا بتسوق اهي، ده مش بتصلح. ده المفروض الواحد مع علاقته بربنا وقلبه بيتغير وربنا بيصلح. قديسين كان سنهم كبير كان ربنا موسع قلبه، وده بنشوف الناس اللي عايشه مع ربنا بجد ربنا موسع قلبه. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. ربنا يدينا وديكوا نعمة نخضع لكلامه ونفرح بيه وننفذه، ونعمة ربنا تسندنا ولإلهنا المجد دائما أبدين. أمين.